السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدأ أساوي أكلة بسيطة وسهلة كتير وأواتيلة حتى غراضة، يعني كتير بسيطة، بس هاي الأكلة كتير طيبة من التراث الحلبي القديم، ويمكن أهل الشام بيسووا، بس يمكن شبيهة للحراب إصبعته لأهل الشام. هلأ هون عندي العدس، معكرونة، توم، كزبرة يابسة، ملح، زيت زيتون، وشوي من زيت النباتي أنا حيطة. هون هذا العدس قبل ما اغسله بدي اورجيكم اياه. انا هون بحط له العدس بالمطربين اللي بحط فيه العدس، بحط له ملح وكربونات، 3 معالق من الكربونات وملح خشن. شايفين الملح هيك؟ ما بيسوس العدس قد ما نضل، يعني حتى لو ضل سنة تانية ما بيسوس. قلت اورجيكم اياه قبل ما اغسله. انا دايما هيك بعمل. هذا العدس هون انا عندي كاستين، انا عيرت كاستين عدس لكيس معكرونة، يعني بيطلع تقريبا، خلينا نقول هذا بيطلع نص كيلو تقريبا كيس المعكرونة. المعكرونة الشكل اللي انتو بدكن اياه بتجيبوه. وهي الكاستين العدس، لكل كاسة بتاخد كاستين مي بالسلق. هلا اول شي بدي اسلق العدس. هاي المي هون انا عيرت 4 كاسات، نفس الكاسة اللي عيرت فيها العدس عيرت 4 كاسات مي. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بحط العدس. بسم الله. هلا هون شعلت عليه تحت النار، بعد ما بتغلي بوطيه. هلا بغطيه وبتركه ليستوي. بس يستوي العدس نرجع منشوفه. بس بدي اقولكم انه انا بخليه يستوي 3 ارباع الاستوى، مو استوى كامل، يعني ما ينهمس، ده تبقى هيك الحبه لسه واقفه مي مهموسه. هلا لنشوفه بتشوفوا شلون. هلا هون العدس خلاص استوى مثل ما قلت لكم، ما خليته انا ينهمس. شايفين شلون الحبه ده تبقى هيك واقفه لاني لسه بدها تستوي مع المعكرونه. انا المعكرونه ما بسلقها لحالها، منشان قوامه لست زبقي او للرشتايه بيطلع شادد، يعني سميك شوي، ما بيطلع امري. هون بدي احط هلا لهذا الكيس المعكرونه اللي شفتوه 4 كاسات مي، يعني خلينا نقول نص كيلو معكرونه 4 كاسات مي بتاخد. 4 كاسات ونص مع المي اللي كانت موجوده، بنقول 4 كاسات ونص مشان ما تطلع سميكه كتير، يعني مشان ما تلطخ تصير لطخه. هلا بدي املحهم لاني هلا انا بدي بس استنى المي ترجع تغلي. بسم الله الرحمن الرحيم. عليت الغاز، طبعا الملح حسب الرغبه، هيك حاجه مشان ارجع ادوقه. هلا ترجع تغلي المي، نرجع. هلا هيك رجعت المي صارت تغلي، بدي اطب المعكرونه. ما بنطب المعكرونه غير لتغلي المي. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا هذا النشا البسيط اللي راح يكون بالمعكرونه هو اللي راح يخليها سميكه شوي، ما تكون هيك امريقه، لاني الرشتايه ما بصير تكون هيك امريقه يعني شوي تكون شادة حيلها. هلا العدس نحن بنحبه العدس يكون كتير مثل ما انكم شايفين. اذا بدكم اياه اقل بتحطوا كاسة ونص عدس. مثل ما قلت لكم كل كاسة عدس بتاخد كاستين مي. بدي اترككم هلا يغلوا شوي ونرجع. هلا هون عندي الرشتاية صارت تغلي مثل ما انكم شايفين. بعد ما حطيت المعكرونة بديت تغلي، تركتها كمان 2 دقيقة 3 تقريبا. هلا ايش بدي اساوي؟ ما بدي اياها تستوي انا هلا المعكرونه، وانا شايل النار بدي اطفي الغاز. هيك طفي الغاز. بسم الله. واغطيها. هاي الغطا، غطيها تقريبا 10 دقائق او اكثر شوي، 13 14 دقيقه. بس بيناتهم بدي اكشفها واحركها واتركها مثل ما قلت لكم 10 دقائق او اكثر شوي، بتكون صارت جاهزه لبين ما انا احمص التوم. هلا انا حطيت القلايه على النار، بدي احط الزيت بس بعد ما تحمى. هون حميت، هلا بدي احط الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. مثل ما قلت لكم هذا شويه زيت نباتي مع زيت زيتون مشان زيت الزيتون ما ينحرق، ولازم القلايه تكون سخنه لما نستعمل زيت الزيتون، لازم القلايه تكون سخنه وقت نستعمله.
وما نستنى لحتى يحمى الزيت كتير مشان ما ينحرق مباشرة. ايش نقلي بنحط؟ هلا انا بدي اقلي التوم رأسا هيك بحطه. هلا بعد ما تحمص التوم هيك شوي، هلا بحط الكزبرة. الكزبرة ما بحطها مع التوم مشان ما تنحرق وتصير طعمتها مرة. هاي معلقة كبيرة كزبرة ناشفة. في ناس بيحطوا بصل، بحمصوا بصل لبين ما يشقر، يصير مثل البصل نحطه فوق المجدرة وبيحطوه معه، ما بيحطوا توم. بس هي على أصولة وأطيب لما بنحط لها التوم مع الكزبرة. هلا خلي هيك التوم لبين ما يشقر. شايفين هلا هيك شقر التوم والكزبرة كمان تحمصت. كمان ثواني واطبه فوق رشتيه. هلا هيك حاجته، وهي كمان الرشتيه. ما راح اكلتها كلها، بدي اترك شوي للتزيين، يعني احطه هيك على وجه الصحن، على وجه الصحن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي بيهلا بشوف الزيت كتير، اذا بده اياه يقلله شوي حسب ما بيحب، بس نحن بنحب هيك تطلع نكهتها اطيب. هاي تقريبا ثلاث ارباعها حطيت فوقها وتركت الربع عشان ازين فيه الوجه. شوف على هالمنظر ولا الريحة بتاخد العقل. هلا ايش بدي اساوي؟ بدي ارجع اغطيها، بما انه شفتوا الزيت كمان كتير سخن، اغطيها واتركها ترتاح، يعني شغلة ربع ساعة وتكون صارت جاهزة وبقدمها. هلا هيك الرشتاية او ست سبقي صارت جاهزة، شايفين شلون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين سماكته كتير كويسة، ريحته تشق الراس، منظومة. هلأ عالسكب. هلأ هيك صارت جاهزة. بسم الله الرحمن الرحيم. زين هيك الوجه. شايفين شلون؟ تشهي القلب. إذا سمحتوا تشتركوا بقناتي ولا تنسوني باللايك وتعليق هيك حلو مثلكم، وتتابعوني بصفحتي على الفيسبوك وتدعموني بلايك، ومن فضلكم تشتركوا بقناة ابني علي تيك. الرابط بيكون بصندوق الوصف وبالتعليق الأول. إن شاء الله تعجبكم يا رب. أكلة كتير سهلة وكتير كتير طيبة وكتير مغذية ومفيدة. صحيح أكلة قديمة ويمكن كتير من الناس ما تعرفها، بتجربوها ما رح تندموا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.